السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الفرقة الأولى كلية تجارة جامعة كفر الشيخ. هنتكلم شوية بخصوص موضوع الأبحاث بتاعتنا. هنشوف كده، احنا في البداية بنختار البحث بتاعنا، بتقرأ الأبحاث وبتختار البحث اللي انت مرتاح له، اللي شايف نفسك هتقدر تقرأ وتكتب فيه كويس. انت عندك هنا 4 موضوعات بتقراهم بالراحة، تختار واحد فيهم. طبعا كلهم من خلال الموضوعات اللي احنا درسناها، كنا اتكلمنا مع بعض على جروبات الواتس على الموضوع الاولاني اللي هو التأمين وإدارة المخاطر، سواء بالنسبة للموضوع الاولاني او التاني او التالت او الرابع. الموضوع اللي انت هترتاح له مش لازم ان انت تكتب فيه بحث مثالي، لا، احنا عارفين كلنا ان انت لسه بتتعلم، والمفروض ان انت ما تحطش نفسك فريسة لأي حد يستغلك. البحث ده المفروض ان هو شغلك انت ومجهودك انت، كونك تخلي حد تاني هو يعمله لك انت كده تبقى بتغش. احنا مش عايزينك نغش، احنا عايزين انسان امين. عايزين نعرف انت فهمت ايه في الجزئية دي، ايه في المادة. انا يهمني زي ما قلت لكم من اول محاضرة ان انت تفهم المادة، عبر لي باسلوبك زي كل سنة، وزي ما بتدخل في الامتحان بتعبر باسلوبك. ما هي اذا كان المرة دي الظروف حكمت بان انت تعمل بحث، فهو بعد كده باذن الله انت هتعبر عن المواد في الجامعة باسلوبك انت، بتذاكرها وبتلخصها وبتدخل انت الامتحان. فما تحاولش ان انت تعتمد على حد غيرك يعمل لك الحاجة وبالتالي هو يستغلك. الموضوع ابسط مما تتخيله. انت بتجيب القوالب بتاعتنا اللي هي نازله لك على موقع الكليه، وبتكتب فيها وورد والشروط عندك نازله لك. لو مش متاح ليك ان انت تنزل القوالب دي، الصفحه الاولى سياده العميده قالت كفايه ان انت تعمل الصفحه الاولى بس اللي هي من القالب، اطبع الصفحه الاولى اللي هي قدامك بالشكل ده واكتب بياناتك فيها. اما بقية الصفح اللي فيها التمهيد والعرض والخاتمة، فدول انتوا ممكن تعملوهم ورق عادي مفيش مشكلة، وبعد كده بتصوره بالتليفون بتاعك وبترفعه على موقع الكلية. كنا نزلنا على جروبات الواتس اللي هي خاصة بالمادة ازاي ان انت تسجل، وازاي ان انت تنزل القوالب بتاعتك، وازاي ان انت تصورها وترفعها على موقع الكلية. لو في مشكلة من طباعة بقية القوالب بره، وان انت تكتب فيها بخط الايد، كل حاجة متاحة ليك تطبعها تكتب فيها وورد على طول وترفعها، ده متاح. تطبعها وتكتب فيها برضو متاح. ان انت مش قادر بتيجي بس طابع الصفحة الاولى اللي فيها البيانات بتاعتك اهيت، وبتملأ البيانات وبترفعها. اما بقية الصفح اللي هي خاصة بالتمهيد وبالمقدمة وبالموضوع زي ما احنا شايفين ده كله، لو مش متاح ان انت تطبعها او في تكلفة عالية، انت ممكن ان انت تعملها ورق ابيض عادي خالص، تنسقها بالشكل المناسب ليك وتبعتها، ومش هيبقى فيه مشكلة خالص، وده تيسيرا عليكم. طبعا زي ما قلت لكم الهدف ان انت تتدرب على ان انت تعمل البحث بنفسك، وما تحاولش ان انت تحط نفسك في موقف ان اي حد يستغلك. وبعدين مفيش حد افضل منك. انت طالما مذاكر المادة ومعاك الكتاب بتاعك، البحث ده عبارة عن ملخص للجزئية دي في الكتاب. ازاي هنربط الجزئيات دي وازاي هنحط فيها عملي؟ الوقت مش متاح دلوقتي، لكن احنا على ميعادنا باذن الله اللي كنا اتفقنا عليه اللي هو يوم الثلاث الساعة 9 هنقعد ونشوف كل جزئية ازاي بنربط المواضيع اللي في الكتاب ببعضها، وازاي بنضيف جزء عملي على كل موضوع من الموضوعات بتاعتنا. بتمنى ان انا اشوف
الابحاث باسلوبكم انتوا، لان اهم حاجة عندنا ان البحث يكون الطالب هو اللي عامله، ودي هتبقى سهلة جدا انها تتعرف. احنا مش اول سنة بنصحح ومش اول سنة بنقرأ الحاجة، احنا بنقدر نحكم كويس جدا على الحاجة اللي بنقراها، هل دي معمولة من خلال الطالب او ان حد هو اللي عاملها له. ما يبقاش الموضوع بسيط وهتعدي السنة بمجرد ان انت تعمل بحث وتعرض نفسك للخطر، لان الرقابة هتبقى شديدة من الكلية ومن الجامعة. احنا بننفذ تعليمات الوزارة عشان الفترة دي ربنا يعديها على خير، وربنا ينجيكوا ويحمي بلدنا كلها يا رب. فما تحاولش ان انت تعمل حاجة سيئة، احنا بنحاول، الدولة بتحاول انها تيسر عليكم. انت اعتبر ان انت واخد امتحان وبتحله في البيت، يعني انت عندك العناصر على اسوأ الاحتمالات. لو مش عارف تعمل البحث خد العناصر دي ولخصها من الكتاب، بس حاول ان انت تدعمها شوية، تدعمها من النت. بتدخل بعد ما بتكون لخصت الحاجة كده وفهمتها كويس، بتسجل العنصر بتاعك مثلا على النت او بتشوفه في كتاب تاني، بتحاول تدمج دمج بسيط كده وبتكون واضح وصريح. بتكتب الجزئية دي انا جايبها من المرجع الفلاني. الموضوع بسيط جدا، واحنا عارفين ان دي اول سنة واول مرة بتتعلم، وبالتوفيق بإذن الله. وحبيت اطمنكم محدش يقلق خالص، اهم حاجة ان انت تشتغل بمجهودك، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وبالتوفيق بإذن الله، بتمنى ان انتوا تعملوا الابحاث بنفسكم، احنا مش عايزين منكم اكتر من كده. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.